عن تقنية صحافة الموبايل بأبسط الطرق. فرق في التجربة وألف رواية تحكى وستروى. تجربة بسيطة جدا بهاتف نقال، قمنا بتصوير عدد من حصة تجريبية. تقنية صحافة الموبايل سهلت علينا بشكل كبير تصوير حصة دون تكاليف كبيرة. هي تجربة أولى، حاولنا أنه نجسد برنامج ونقدموه ونشطوه إلا بتصوير الهاتف النقال والموبايل، وكانت أعطت ثمار جد طيبة، حتى أنه لم تأخذ وقت، لم تأخذ حتى ربما عناء التنقل ولا حتى ربما التركيب. فتصوير البرنامج وتركيبه وحتى ربما بثه لم يستغرق حوالي نصف ساعة. هذا ربما يعتبر طفرة أو سابقة من نوعها هنا بالجزائر. لقيناه هنا على مستوى تلفزيون النهار في تخصص صحافة الموبايل، أتمنى يكون له أثر كبير وكبير جدا على أدائنا المهني والصحفي. كل الشكر.